باسمه تعالى. سلاما وتحية وإكراما وجوابا للشيخ القاضي. مراسلات اليوم ذات طابع أيضا متميز، ذات طابع علمي، هذا من ناحية، وعلمي نقول يعني هو فيه الكثير من جمال اللغة. لاحظنا في العديد من المراسلات، في العديد من الحلقات اللي قدمناها، اهتمام بعض أصحاب هذه المراسلات باللغة. الرسالة ليست مجرد نقل خبر، هي يعني مساحة رحبة للتفنن واستعراض الملكات اللغوية وتقديمها، خاصة لما تكون هذه المراسلات بين العلماء، بين من يملكون زمام اللغة. مراسلات اليوم هي من هذا النوع. والحقيقة قبل لا أدخل في تفاصيل هذه الحلقة، أود أن أشكر من أمدنا بمادة هذه الحلقة. نحن نأخذ مادة هذه الحلقة من الجزء الثالث أو المجلد الثالث من كتاب التاريخ السياسي والعلمي للسويق والمصنعة للأستاذ فهد بن علي السعدي، وهو باحث إسلامي بمكتب مفتي عام السلطنة، له من الإصدار، له معجم الفقهاء والمتكلمين، له معجم الشعراء، وله هذه السلسلة، هذه المجلدات حول التاريخ السياسي والعلمي لولايتي السويق والمصنعة. إذن سندخل إلى هذا الكتاب. هو شاهدنا في هذه الحلقة، فهو أدرى بهذه المادة التي وضعها في هذا الكتاب. أهلا ومرحبا بكم. سلام الله ورحمته يتواليان إليك بكرة وأصيلا ومساء ومقيلا. كتابك وصلني وفهمته. ونبدأ في استعراض بعض المراسلات. هذه الرسالة ترد في الكتاب تحت عنوان الوثيقة السابعة. يقول نص الرسالة، الرسالة ليست طويلة الحقيقة، بسم الله تعالى: سلاما وتحية وإكراما وجوابا للشيخ القاضي سالم بن سيف البلوشي، سلام الله ورحمته يتواليان إليك ويتعاقبان عليك بكرة وأصيلة ومساء ومقيلة. كتابك فهمته، وكتاب الجوهر واصل إليك بيد رسولك، وفقك لما يحبه ويرضاه، والسلام. سلم لي على سيدي سعود بن حارب. من هنا الأخ أحمد بن ناصر. الرسالة بتاريخ 24 من رجب عام 1364 للهجرة، وذلك من صفيه شوين بن عامر بيده. الشيخ شوين بن عامر من الشيوخ المعروفين هنا في الباطنة، في الخابورة تحديدا، وكان يرد القضايا الاجتماعية، وله أيضا في الشعر، وله في يعني معروف بحسن كتابته. وهنا الكلام أيضا عن كتاب الجوهر اللي هو جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، وهذا الكتاب عبارة عن جوزة تزيد على 14,000 بيت للإمام نور الدين السالمي المتوفى عام 1914 للميلاد. هذا نموذج، ومثل ما أسلفنا أنه المراسلات معظمها تصطبغ العلمية وجمال اللغة. المرسل إليه الرسالة هو أبو محمد سالم بن سيف بن سالم بن علي البلوشي، قاضي عاش في القرن الرابع عشر الهجري،
من بلدة المغسر من أبو عبالي في ولاية المصنعة، وكانت تربطه بالشيخ خالد بن راشد بن عبيد المنوري صحبة ولهذا عندما توفي توجع البلوشي كثيرا ورثاه بقصيدة مبكية. هذه التراجم أيضا أخذها من نفس المصدر للأستاذ فهد السعدي. رسالة أخرى هنا، رغم أنه لم يرد فيها المرسل بشكل صريح، ولكن المؤلف يرى ويرجح أن هذه الرسالة هي أنها عن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، يلقب أيضا هو. الرسالة فيها الكثير من التفاصيل، وفيها جزئية يعني شاهدنا سيتحدث أيضا في تفاصيل أخرى. أعجبني فيها إعطاء العذر جدا، يبدو أن هناك مال غال، ولكن من مودته له أعطاه الكثير 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 من العذر في هذه الرسالة. ما ورد في هذه الرسالة إلى الشيخ الأكرم الأحشم الأخ العزيز الصفي المود حميد بن سويف المخمري، سلمه الله تعالى وأبقاه إن شاء الله، سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وصل كتابك الكريم وعرفنا ما ذكرت من ذهاب الدراهم، وبحمد الله ذلك ما ضرنا بل سرنا، وما حزننا بل أفرحنا، لأنه اختيار الله لنا، ولا شك فإن خيرته لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. أي فائدة في المال إلا ما تقرب العبد به إلى الله، ولعمري إن الوسائل على وجوه وهذه واحدة منها. في موضع آخر يقول: ولا يكون في قلبك من ذاك ملامة ولا حزن ولا خجل. يقول أيضا: أم تظن أن ذلك مما يكدر قلب أخيك الحقير ويدخل المساء والتضجير عليه والكسل؟ كلا، فإن الله قد وفانا جميع ذلك وكفانا إياه بفضله لا بحول منا ولا قوة. يقول أيضا: وكيف يكون في قلب من عرف أن كل ما نفد لله فهو باق، وهذا مما نفد لوجه الله من وجوه كثيرة. والكثير يعني أنا مررت بضع عبارات في إعطاء العذر، يعني ما أجمل أن تعطي العذر لأخيك، تجد له عذرة فالتمس له عذرة. من التراجم الواردة والشخصية المذكورة هنا اللي هو حميد بن سويف بن علي بن عيسى بن سالم المخمري، هو أحد الشخصيات الإصلاح في منتصف القرن الثالث عشر الهجري. نشأ محبا للعلم والعلماء، وسعى لتحصيل العلم بمجالسة أهل العلم واقتناء الكتب، واتصل المخمري بالسيد حمود بن عزان وجمعت بينهم العديد من المجالس. هذه بعض، زالت هناك أخرى. شهدت الباطنة حركة علمية نشيطة في القرن الثالث عشر الهجري والنصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وأعمدت هذه الحركة العلمية كانت عددا من مشايخ العلم أمثال الشيخ جميل بن خميس العبد الشريعة
والشيخ محمد بن سليم الغاربي والشيخ راشد بن مصبح السباعي والشيخ حمد بن خميس السعدي وغيرهم. هؤلاء العلماء وأمثالهم حرصوا على بث حب العلم بين الناس، ولذلك كان هنالك مجموعة من المشتغلين بالعلم توجهوا إلى العلم رغبة، وهذه الرغبة دفعتهم إلى اقتناء وسيلة العلم في ذلك الوقت طبعا وفي كل وقت، ألا وهو الكتاب. فكان المشايخ والطلبة كلهم اشتغلوا بنسخ اللي هو وسيلة المعرفة، ولذلك نجد بأن الشيخ جميل بن خميس سعدي وغيره توجد بخط أيديهم مجموعة من الكتب التي سخوها، وكذلك طلبتهم توجد بخطوطهم مجموعة كبيرة من الكتب. ولقد تتبعت خزائن الكتب العمانية وكذلك بعض المكتبات العالمية جمعا لهذا الشتيت من الكتب، فإذا هي تنيف على 1000 ونيف أو زيادة عليها. هذا الذي وصلنا، فكيف بالذي لم يصلنا؟ بل كيف بالذي أتت عليه عوامل الزمان؟ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامهم بالكتاب. وتواصلوا في هذا الشأن مع السيد قيس بن عزان وحمود بن عزان بن قيس بالإمام أحمد بن سعيد، فيذكر الشيخ ماجد بن خميس العبري بأنه لما وصل إلى السيد قيس في الرستاق وجد عنده عددا كبيرا من العلماء وأهل العلم، يقول بأنه ما دخل غرفة الصلاة إلا ووجد مملية ومصححا ومدرسا ومكررا. هذه الحركة العلمية كان التواصل فيما بينهم إنما يعتمد على وسيلة الوسيلة المعروفة وهي الخط. لم تكن هنالك الوسائل المعروفة حاليا، وإن هذا يطلب من السيد قيس أن يساعده أو أن يمده في الكتاب الفلاني من أجل نسخه، والشيخ محمد بن سليم الغاربي يطلب من الكتاب الفلاني للعالم الفلاني. بل وجدت في إحدى المخطوطات قائمة بأجزاء قاموس الشريعة التي هي موجودة في خزانة السيد قيس بن عزان، بأنها تضم جميع أجزاء قاموس الشريعة الذي هو في 90 جزءا. فهذا الأمر وهي هذه الحركة العلمية أفرزت مجموعة من المراسلات التي ذكرت شيئا منها في كتابي تاريخ السياسي والعلمي للسويق والمصنع. رسالة أخرى، ونقول فعلا في هالحلقة الرسالة يعني ميزتها في لغتها، سأقرأ قدر ما أستطيع منها وربما كلها، هي ليست طويلة كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جناب حب الأحباب القانت الأواب حليف المحراب عارف الحق والصواب الوالد سالم بن راشد بن سالم العبري سلمه الله تعالى، السلام عليك ورحمة الله تتراءى إليك، ونسأله إتمام النعم وهو الرؤوف الأرحم. وما هنا علم حادث ولا ملم كارث سوى الخير، لازلت شيخي في أتم الخير ودوام النعم. وبعد السلام واصل إليك ناقل وبيده بعض المداد، فضلا منك تكون سامح في قل السرعة إليك، وكذلك ودي بالوصول ولكن عن عذر قليل، وأسائل عن حالك في كل ساعة، لكن كما قيل فما قضى أحد منها لبانته، ولا انقضى أرب إلا أتى أرب. هذا البيت للمتنبي. والسلام محمد ومن شئت له منا السلام. تاريخ يوم 9 شعبان 1337 للهجرة، يوافق تقريبا 10 مايو من عام 1919 للميلاد.
هناك جواب يقول: كتابك الشريف وصل أيها الشيخ العفيف، وفهمنا ما تضمنه من اللفظ اللطيف، والمداد وصل، لكن قد آل علينا مداد وقد اكتفينا عنه بغيره، وأنت جزاك الله خيرا والسلام. طبعا مثل المداد أيضا مادة ثمينة في ذلك الوقت، يعني تقدم هدية زجاجة مداد أو حبر، راح يعتبرها هدية قيمة جدا من يجيد آنذاك. سالم بن راشد العبري، هو سالم بن راشد بن سالم بن راشد العبري، كان قاضيا وفقيها، عاش في آخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر الهجري. أصله من ولاية الحمرة، ثم انتقل محمد بن منسي السعدي إلى ولاية السويق، فاستقر في بلدة خضرة آل سعد للقيام بالتدريس وتعليم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة ونحو ذلك. من المراسلات العلمية رسالة وجهها الشيخ العالم محمد بن سليم الغاربي إلى القطب محمد بن يوسف طفيش بالجزائر. هذه الرسالة محتواها توفير نسخة من قاموس للقطب، وكتاب قاموس الشريعة هو كتاب واسع يحتاج نسخه إلى جهد ووقت ومال كذلك أيضا. فهذه المهمة قام بها الشيخ محمد بن سليم الغاربي وعدد من تلامذته، فاجتهدوا في توفير هذه النسخة للعالم المذكور. وهذه الرسالة تذكر ذلك، تذكر بأنه تم إرسال 74 جزءا من قاموس الشريعة إلى المذكور، وأن بقية الأجزاء سوف تأتي تباعا إليه. والشيخ محمد بن سليم الغاربي بجانب توفير نسخة من قاموس الشريعة للقطب، كذلك أيضا هنالك رسالة أخرى بينه وبين الشيخ صالح بن علي الحارثي تدور أيضا حول توفير نسخة أخرى من قاموس الشريعة للشيخ صالح بن علي الحارثي. وكذلك أيضا اجتهد الشيخ محمد بن سليم الغاربي وتلامذته في توفير نسخة كاملة من قاموس الشريعة للشيخ صالح بن علي الحارثي، بل إن هنالك أيضا مراسلات أخرى مع علماء آخرين تدور نسخ من أجزاء قاموس الشريعة كالسيد محمود بن سيف الفرعي وغيرهم من العلماء، حتى أن بعضهم يقول بأن نسخ قاموس الشريعة يكاد أن يكون نسخها حكرا على أيدي أهل الباطنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اشتغالهم بالعلم وعلى اهتمامهم. هنالك بينهم وبين غيرهم العديد من الخطوط حول هذا الموضوع. وهذه آخر مجموعة نتناولها في هذه الحلقة، وأيضا فيها الكثير من جمال اللغة. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب في حراسة الله القدير، إلى حظيرة شيخنا النحرير وبدرنا الكامل المنير، الأجل الفاضل العالم العامل الأروع الأخ في الله محمد بن يوسف المغربي، وهنا المقصود محمد بن يوسف طفيش أو محمد، تكتب همزة قبلها، حرسه الله تعالى من البلاء والبؤس ورفع قدره إلى أبدا إن شاء الله. سلام عليك ورحمة الله وبركاته، ولا زالت أقمار عزك زاهرة وشموس حجتك في دين الله باهرة. أتجاوز قليلا إلى بعض السطور، ثم إن الشيخ الأخ سعيد بن علي الصقري عبدنا لنا به من نسخ قاموس الشريعة لتعذر الأمناء من الكتاب، ولكن هان علينا ذلك لما تحقق معنا
أنه رام به جنابكم الأنيق، فامتثلنا أمره تبركا بخدمة قدركم الشريف، فمن الله علينا بالتوفيق إلى انتهاج ذلك الطريق، فها هو واصلك منه 74 جزءا، والكل من الكتاب 90 جزءا واصل إليكم، والباقي على إثرها مع حصول القاصد إلى حرم الله. الكلام طبعا عن هذا الكتاب هو أصله من 90 جزءا، كتاب قاموس الشريعة، وقد تناولناه في حلقة أخرى. نجي على نهايات الحلقة وعلى نهايات الرسالة، وإحنا فعلا في نهايات الحلقة. وذلك من أخيك في الله تعالى الفقير الحقير إلى رحمة ربه القدير. رسالة بتاريخ 19 شوال 1298 للهجرة، أي ما يوافق 15 سبتمبر من عام 1881 للميلاد. الشيخ محمد الغاري هو أيضا عاش في القرن 13 الهجري من بلدة الخبة بولاية السويق، أخذ العلم عن عدد من شيوخ عصره واتصل بعدد من علماء عصره، ولم يترك تأليفا مستقلا، وإنما توجد عنه الكثير من الجوابات في مختلف فنون الشريعة، عن فقيه واسع المعرفة والاطلاع. آخر رسالة أتوقف عندها في هذه الحلقة تقول عنوان الوثيقة الأولى: سيدنا ومولانا وذخرنا المكرم، أو ممكن نقول سيدنا ومولانا وذخرنا على اعتبار بنادة المكرم الثقة حمود بن عزان بن قيس بن الإمام، سلمه الله تعالى، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، أصل إليك تسويدة السيرة ليصير لديك معلوما، والكتاب أخذناه إلى أن يصل منك بيان، تريده أم نتركه عندنا أم يرجع إلى أربابه؟ ما يعجبك فيه من المناعة؟ يرجو الإشارة والبيان. أيضا مثل ما ملاحظين الكتاب في شأن من الشؤون العلمية، ويحكي على هذه التسويدة اللي هي نسميها اليوم المسودة. هي الرسالة من محمد بن علي، والمؤلف هنا يوضحها، محمد بن علي الغداني هو ناسخ عاش في القرن 13 الهجري، واتصل الشيخ مع السيد حمود بن عزام ونسخ له جملة من آثار المسلمين من الرسائل المتبادلة في هذا الصدد، هذه الرسالة التي قرأناها. بيانه في حلقة اليوم كما نقول في لغة المراسلات. أخيرا، من يسأل أين نحن؟ نحن في قرية مشايق في الحارة القديمة المهجورة للأسف، كغيرها من حارات كثيرة هنا في ولاية السويق.